بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ورضي الله عن كل من اهتدى بهداه. وبعد، فقد أتيت محبا مشتاقا إلى بلادكم الكريمة الطاهرة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أتيت إلى حضراتكم من جمهورية مصر العربية التي هي أيضا تعشق رسول الله وتحب رسول الله، ولكن ما أجمل ما تصنعون من هذه الموالد وهذه الاحتفالات، فقد تشوقت لأن أشارك في مثل هذه الاحتفالات، ومن الله عز وجل علي بأن جئت إلى هنا إلى بلادكم الكريمة، داعيا الله تبارك وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا محظورا من سيدنا رسول الله، وأن يرضي عنا قلب الحبيب الأعظم سيدنا رسول الله، وأن يجعلنا مذكورين في ملأ خير من الملأ الذي نحن فيه بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وببركة القرآن العظيم وإلى حضرة النبي الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي. اللهم صل وسلم عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، وارزقنا بالصلاة عليه لذة وصاله. اللهم صل وسلم وبارك على الدنيا وضرتها. الله يا رسول الله.
القلم يا Allah.